مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج أجيال اللي رجع لكم هذه السنة بحلة جديدة، فريق جديد وفقرات جديدة. في كل حلقة كنقترحوا عليكم مجموعة من المواضيع اللي كنناقشوها مع الضيوف اللي كيكونوا حاضرين معنا. خليكم معنا، غادي نواصلوا مع الفقرات اللي معنا في برنامج أجيال. في كل حلقة كنقترحوا عليكم موضوع في التنمية الذاتية، كنلونسيو النقاش هنايا في البلاطو ديال أجيال، وكنخليكم من بعد في لاباج ديال أجيال اللي كاينة في فيسبوك تقترحوا لنا الأسئلة ديالكم، ومن بعد غادي نناقشوا هذا الموضوع في راديو دوزيام من 4 حتى 6. الموضوع ديالنا اليوم هو السنة الدراسية، كيفاش ممكن أنني نتعامل مع السنة الدراسية من الأول مع كوتش كريم كانوت. الدخول المدرسي بحال شي مشروع، باش نوجدوا ليه خصنا واحد المجموعه ديال الحاجات. اول حاجه خصنا نديروها هو اننا نبداو نمشيو عند الناس اللي فات اللي مدوزوا هذه السنه الدراسيه ونسولوهم كيفاش دازت هذه السنه. ناخذوا ان اكزومبل، لان سا سيغ ريان انني ندخل واحد الحاجه اللي فات دازوا منها ناس اخرين وما كناخذش التجربه. ثاني حاجه من مور فاش غناخذ هذه الاستراتيجيه نحطهم دو كوتي ونمشي نقلب شنو هما الاهداف ديالي. نحط اهداف، هدف كبير السنه الدراسيه اش كنتسنى منها، يعني كنقطه وكمعرفه، يعني شنو المعرفه اللي بغيت نديفلوبي في هذيك السنه. من مور فاش غادي نحط الاهداف غنقلب على الوسائل، غنحتاج مجموعه من الوسائل. هاد الوسائل هادو يقدروا يكونوا ادوات، يقدروا يكونوا اشخاص اللي غادي يعاونوني، سي دي ريسورس هيومان، يقدروا يكونوا جو سي با كتوبه، فيديوهات، دي سيت انترنيت، اي حاجه غادي نحتاجها دورون لاني وغتعاونني خصها تكون محطوطه حدايا، ماشي كنتسنى حتى نطيح في المشكل عاد نقلب على الحل ديالو. يعني كنحط استراتيجي فاش غنحط الاليات اللي هي الوسائل بلوتو، غنقلب دابا على كيفاش غادي نخدم. الو كيفاش غادي نخدم؟ خص يكون عندي تنظيم، تنظيم ديال الوقت، تنظيم ديال الاولويات، وتنظيم ديال المكان ديال كنخدم. كيفاش نتوما ضيوف اللي حاضرين معنا كنتو كتعاملوا مع المدرسه ومع السنه الدراسيه؟ بارك انت مشاهد ولا كنتي مشاغب؟ انا كنشوفك شويه مشاغب. شكرا لكم بزاف، شكرا ليزارتيست اللي كانوا حاضرين معنا اليوم، شكرا للجمهور، وشكرا للجمهور اللي كيتفرج فينا دابا اترافيغ لاباج اترافيغ دوزيام. شنو نقولوا لهم؟ لاباج ديال اجيال، اجيال فيسبوك، فوالا، وغادي نحط لكم دي فيديو ان شاء الله في لاشين يوتيوب. شكرا لكم بزاف، نتلاقاو الاحد المقبل.